يا هلا ويا مرحبا بكم. ما زلنا نستقبل وياكم اتصالات المشاهدين واستفساراتهم حول الأمور الشرعية. ويانا اتصال. ألو ألو. هلا عيني. ألو شيخنا تسمعني؟ جاي اسمعك زين، تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو شيخنا، أنا جاي أقول لك على فد مسألة معينة، ويعني وعندي سؤال بعدها رأي جواب له. تفضل. العفو شيخنا، أنا قبل فترة زوجتي قضتني أخابر وحدة. لا إله إلا الله. أي فقضتني وقالت لي هاي منو وليش تخابرها وما أدري شو. طلقت وراها؟ طلقت. لا 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 شيخنا لا. قلت لها هاي عمتي جاي أخابرها ويعني وجاي تواصل. أي فعبرت عليها. أي بس شنو؟ عبرت. أي عبرت شيخنا. عمي ابن نعيم زين. قضتني مرة ثانية صورة بتليفوني. هاي صار بيها طلاق بعد ما بيها كل مجال. لا لا يعني أنا وصاحبتي يعني كانت صحيح. إيه؟ وصارت مشكلة وهاي قالت لي هاي منه وشنو وليش وهاي، فقلت لها لا هذا صديقي بس حاط فلتر مال بنية. طبعا ما عبرت عليها. وعبرت عليها. أي؟ مرتك عبرت عليها هاي الشغلة. عبرت شيخنا. بنعيم عايش. المهم ويا بعد. بعدين شنو اجت لها صورة بنقالها ودك شنو أنا قاعد بالمطعم ويا صاحبتي الثالثة. هنا صار الطلاق بعد خلاص. ابني بالنسبة للطلاق لا لا شيخنا لا شيخنا لا اسمعني. أوكي أنا مو قاعد بالمطعم ويا وحدة. إيه. ها. إيه. فأجت قالت لي ها شنو منه وليش تخوني. إيه هسه جيت تسألني عنه فقول الأطفال الملحضانة. لا لا شيخنا لا لا مو قلت لها هذا مو مطعم كوفي. وهاش دخلها باي. وعبرت عليها. قلت لها مطعم مو كوفي زول ابني ما رجعت سألت عليها. لا 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 شيخنا عبرت عليها. المهم. زين. المهم شيخنا بعدين شنو قالوا لها اكو وحده صاعده ويا رجلك بالسياره ويا البارحه. يا الله شو بالنسبه ابني عده الطلاق تختلف عن عده الوفاه. لا لا اذا انت طلقت لا يعني لا مو طلاق عده الطلاق يعني تكون تقريبا شيخنا بس شنو مو قالوا لها انه هذا صاعد ويا وحده بالسياره هذا رجلك شلون هيك. اي خلاص طلقت وراها غير. لا شيخنا ها قلت لها تتذكرين البارحة من أخذتش البيت أهلك بالسيارة؟ إيه؟ ها أنتي؟ ها إيه؟ وعبرت عليها. عبرت عليها؟ عبرت عليها شيخنا عبرت عليها. سؤال أنت صدق كنت ماخذها البارحة بالسيارة زوجتك لو لا؟ لا شيخنا أنا مو شنو أنا مو أخذتها البيت أهلها. أخذت صاحبتي الثانية وياي وافترينا. بس شنو قلت لها أنتي وعبرت عليها. زين المهم شيخ هاي مرتك حتى لو تتزوج عليها وحدة ثانية وتجي لعرسك هم تعبر عليها ما شاء الله. مو هي صارت شيخنا وهم عبرت عليها. ما شاء الله هم عبرت عليها. ايه شيخنا فنانة سؤالي شنو؟ زين بالنسبة انت تسألني عن العلاقات، العلاقات هذه لا لا شيخنا مو على العلاقات. نستقبل اتصال آخر لأنه لا شيخنا أنا ما بدي أسألك على العلاقات شيخ. بعد شو تسألني؟ بدي أسألك الكذب حلال لو حرام؟ شنو؟ الكذب هذا كله اللي كذبته حلال لو حرام؟ انت المفروض تسالني شنقك حلال لو حرام، تسالني شنق زوجتك حلال لو حرام، تسالني اوقف البرنامج حلال لو حرام. سد التليفون سد. استقبل اتصال اخر ولو ادري كل زين الاسئله راح تكون هاي البنيه اللي هذا جاي يضحك عليها عندها اخت لو لا لان نريد نتزوجها. ادري بيكم كثير من المشاهدين يبحثون عن هكذا امراه كمش.